بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أنت مقعي موقعي وتقارن بشعب الصومالي هذا ملك السجوتان، ولكن عبد الحكيم عثمان نور وكم على الشيخ الصومالي إيكي حرت الشيخة من يابر اسم النسوالة. أنت النعبي، أنت الجعل، أنت التاجر سني، أنت قصهر جدا. لما أنت وحن دكوض السلام يا سلامة إسلامك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رونا هانتي درانك يقعاو آد وكعسيني هاي دحان هيا يسوق قاري فيديو يدي دلك اللوغيستي الليبان حسن غروف اوه ويلدان يراء صوماليات لان يراء دان مقالة اوردان راق يدومر اي جعليهين آباء مقالة دان لباتاد اللوغيستي هي سيدة حو دعاء احنا ما بدان ايا صواب حيا شعوك الصوماليات او وحيا ربضان ايا فرفوري دونا ايا بضان ايا دعي دونا فيديو يدى غار كود هذا قعنت ايدي كجران كي اغم مهم سنانا وانو سوغنا واي سوى دعي دونا انا بو لايف كان قفنا كما تارغت قرأينا او كما لها يدن بيغا سوا ثميس لكن وحا ربا شعبك سوا ماليات انا اشرحو سيدا وحود دعين ليبان وصار ما حي وصو كعي حنون كينا وصامير سدهرت إلهي أيام هاد اسكاله كبد بادي اسكو ديجا دل كاسي لو جيستي الليبان ويل كا جيستي قعنك هاد الكا الليبان او جيستي اساقن وحوها آبه صوماليات ويل لان يراء اهل يقرامل ليا هاي ويل حنون صن سيدي حالدو لموذي صوماليات ماها حقيقة لابت على واد أركي دونتان أبي حنوصن أو لباتا كل عضي أو شقيستا أو هار ووركرا أو مقالة الدقن أو عياء الله أو اللي يقالنو أو اللي بأهل إيا قرابة بالليا هاي قبيل هكا لسكدي أيو ها إساقا لبكا أو قيستي ما أهين لب أو الليبان أو قيستي مد إساقو حسكي سيقابا وحيا ربضان أيا صواب بحيد دونا وحانا إذن لو ذاقي دونا حقم مهيمة أنا قفنا كجبنا إن أنا قفنا جانسارا لكن قف ك دك عن هل كان كعرب بابي دونه وأنا يمدن ميليها أو أي شيء كان ماشي أي وقت قاسي تاجناين يدو عطى إنتي الهاي أباها سوامارية يسقون حنون سنة وعبد الدق ويل كل يراه ده أهل إنت جيستي يسقى يلي بان سيدا مركي هرا اللي يري رئيس يقان يهاين مدو وحال يروش يا حاضي او احبو ويديستي لكن ما هي سلام بيكو سوكرك ويس السلامين سيدو حب دعين ايه دكي ماشي جوغي ايه تونك ايه شاكي قبضان ايه جرا ايه دكا مانتا اندر انفانسجيشن كو جرا ايه حالدو ايه دول تاغن تهي لغانا ربا اني امد الصوماليات اني يهوري مادان او عبدايان وحي ارنتو اسي كو اوغاين أنا أقول ملي هو السمية لكن واحد ربنا نحب إذن لو ذاك أوكي بلك واحد أو دعي 4:11 PM مش السجالات لحية تمن كذي ساعد مركز 4:11 PM أوكي إذن ما لما يصير الدورة هولا هذا ما أنتوا ليبان أو حيب سريع وكاس إذا ما دمستر دونه برت أقول لي بان تاجي هاي وارك تان أوكي أوكي ليبان مركي وسوق عليه دكانك وها بنانك تاجنا وقاري سكوتير سنة أحمد حرسي ساوث سايد أضوة تقانا وأكما صوصي أنا أقول ماله دقيس دقيين لفرتو سوامارد ويسكب ودهن لكن مرجرا عكارو إيمان دونا أحمد حرسي أيا بنان كتاقنا أو كتير سنة قاريس بي أم دبليو جاه وكامرة بنان كا أنا دين لو داك دون أحمد حرسي وأكما أحمد حرسي صوصي وأنين أدوى دقارنا سان
community ga laga yaqaan waa exki Ilhan Umar oo Congress woman ah oo ay kala tageen Ahmed Hirsi iyo wiilka dilka geystay ee mindida geystay waa very close family laf hoose ayay isla siiyeen hadalka dhageysta hadalka dhuuxa Soomaaliye laf hoose oo family ayay isla siiyeen markii uu liiban soo galayay meesha dukaanka soo galayay kaamaradaas waynu sugana waana imaanaysaa waana idin soo bandhigi doonaa waxaa banaanka tagnaa gaariga BMW-ga oo Ahmed Xirsi uu ku tiirsanaa weelka dilka geysan doona waxa uu la tagnaa laba nin labada nin nin ka mida wuu waji garanayaa liibaan laakiin magaciisa ma garanayo ninka kalena muusan garanaynin way isa salaameen isaga iyo liibaan wax waliba waa wax cad oo imaan doona way isa salaameen markay isa salaameen war liibaan ii waran ayuu yiri waa fiicanahay ma fiican tahay wax sheexaad ah oo weelka xanuunsan uu liibaan weydiistay haba yaraatay ma jirin isaga laftiisu waa victim oo wuxuu victim ku yahay adeegsii loo adeegsaday walaalkii Soomaaliyeed way isa salaameen marka isa salaameen liibaan wuxuu soo galay ninkana laba nin buu la taagnaa ogaada labada nin uu la taagnaa nin liibaan uu garanayaa wajigiisa oo sida dee dadka Soomaalidu isku yaqaanaan ayuu isku yaqaanaa wuu garanayaa wajigiisa ninka kalena muuse garanaynin Southside iyo wiilku waa very family close haddaba maxaa u dhexeeya Southside iyo liibaan taasaa rabaa inaan haddaba idiin kala cadeeyo Southside wiilka dilka geystay waa wiil habar gidira hooyadii ma jeerteen tahay la yaqaano wiil fiican oo shaqaysa ahaa habar gidir ka suko waxay jilib hoose ilmaadeer kaloosayiin Southside waa maxay haddaba Southside iyo waxa ka dhaxayn kara liibaan Southside iyo liibaan waxaa ka dhaxeeya Southside liibaan waxa uu ololeynayay oo uu taageerayay walaalkiis oo ah City Council Jamal Cusmaan colaad waxaa jirta u dhaxaysay liibaan iyo Southside colaadda u dhaxaysay waxa weeyaan in uu yacni wax dhex mareen Southside intuu soo fariisto bulshada Soomaaliyeed ha u caddeeyo oo ha yidhaahdo waqtigaas xaadirka habkaas ma taagnay arrinta hadduu yidhaahdo oo fiidiyogaasna laga waayo anaa beenaale noqon doona shacabka Soomaaliyeed kabacdi liibaan waxa uu soo galay dukaankii dukaankii markuu soo galay ordiyaan idin soo sheeka dhaafin Southside iyo liibaan iyo Jamal Southside waxa uu ku kacsanaa Jamal waxa uuna taageero buuxda u ahaa biixi master biixi aniga iyo Jamal waa midigtayda iyo bidixdayda waa laba nin oo ilmaadeer aan nahay waa ii siman yihiin inaan midna dulmiyo midna iraahdo yacni aan dulmi u geysto midna ka heliyo midna u heliyo aniga waxay ii tahay daciifnimo taasina mid aan samaynayo laygu yaqaana maaha xurguf badan ayaa jirtay oo talka guud ay kala quusteen labada dhinacba oo weliba dhinaca Cabdirasaaq u badnaa Cabdirasaaq biixi waa oday Soomaaliyeed waa nin communityga usoo shaqeeyay waa nin communityga wax badan u soo qabtay laakiin this time doorashadii markay timi Cabdirasaaq biixi wax diinta ka fog oo dhaqanka ka fog oo tolnimada ka fog oo islaamnimada ka fog oo soomaalinimada ka fog ayuu sameeyey ficillo wuxuu sameeyey aad iyo aad u xunxun ficilladaas waa inuu bilaabay inuu FBI inta waco dacwado been abuur ah oo dad laga sameeyo uu gudbiyo dadkaas oo laga sameynaya ay tahay dadkii u ololeynayay doorashadii Jamaal hore ka shaqeynayay dadkii u codeeyay ee waayeelka ahaa gabdhihii u codeeyay iyo liibaan laftiisa oo uu dacwada ka gudbiyay ciidanka FBI-du waxa ay guriga ugu tageen dad waayeela oo Soomaaliyeed iyo dad ka shaqeynayay election-ka waxaa loo yimid liibaan waxaa la weydiiyay su'aalo muddadaas oo dhan waxaa jirtay xurguf labada reer ee labada wiil ka soo kala jeedaan waa isku yimaadeen waxa hoggaansami waayay Cabdirasaaq biixi Cabdirasaaq waxa uu gudbay oo uu dhaafay xayndaabkii islaamnimada iyo xayndaabkii tolnimada iyo kii soomaalinimada waxaa loo tagay dad waayeela oo u codeeyay Jamaal waxaa loo tagay gabdhihii doorashada ka shaqeynayay FBI su'aalay weydiiyey waxaa loo yimid liibaan iyadoo arrintii socoto master Southside waxa uu toos uga soo horjeeday malihii ha taageero laakiin waxaa caddeyna
إنه توس وسهر جدا أجن السيوكوها ليبان يو ولا الكيس ليبان ما ترتبين ليبان آب الصوماليات أيوها ليبان آب اللي يقانو اللي يروها ليبان نسمع عدكم منو تجر رك يطمر كل حلا أيوها موسى يستاهل ليبان قروف وحال قلك عادي آدي آد وحن وحم هذا إن سوى الله ما دقيق ولا تورينيو la bad daqiiqo toreed ku socoto ay taawareen dadka Soomaaliyeed oday ayaa ka dhiciyay wa yaani marka aad fiidiyoyada qaar aragtaan waad nixi doontaan Soomaaliyeed yaad dadka Soomaaliyeed ani ma xayawaanka waxa ma dhaama la bad daqiiqo ayay toreen ku socotay waxa soo bixi doona fiidiyoga banaanka okay so say markii dilka dhacay intuu san dilku dhicin ويكل أي فرد ثامل كروسيهين مثل أحمد حرسي خير أهان كسوتك هبر كده كسوتك سعد جفيل هوسة إسكول السوداتك أي فرد كروسيهين إلما ذي بلويهين ماش أيو تاقنا دلك من كل عينة وطاق طبال دقيقة كبعدي صوصة يدوحة وصوبة استقرية قرالك والي دلنا وداك الدونة أنا قم مالهي وصمية دلك صوما عليها دول لكن أحمد حرسي وإنه صوفر استبناك وعدايو انو ميشا تيوغي ايان كلا واكاس واكاس سفي عن بادن بيه نواركا دادك صوماليا دو سفي عن ايادن بيه نواركا دلكي اللي بانك بعدي صوت سايد وحا اوصو بوستقري قرار كاس وقولي هاي وحان كو تاقيري عبدالساق بيحبو تاقيري كرا مشكلة وين مالها لكن أحمد حرسي وإنه صفر أمد الصوماليين أعدائيو مركة أغاري سكوتير سنة أجوغي باش أرنتو كده عدو جكاكي فرنجا لي وحا كونفرسيشن الوضع حدقة ما تحمري إساق يويلك حنوصاني يأي أهاي لبدن يويلك لتاقنا وسؤالها هاي مان دون أولاد طبان دقيق طبان ساعدو كبعدي لا صوصا يصور كاس أيو صوصا ري ماشا إساق يليبانا بيف ayaa dhixiyay oo uu liibaan beef kale dhibaato kale ma geysanay waxa laga raacay taageerada walaalkii taageerayay maalinta jimcaha waxa ay first day ay bilaabmay doorashada liibaan wuxuu laf dhabar u ahaa ololaynta walaalkiis xaq buuna u lahaa aaba Soomaaliyeed oo magaalada degan anigu walaalkay oo tartamaya xaq baan u leeyahay waa taageeraya liibaan guriga ayaa loogu yimi waxaana su'aal weydiiyay ciidamada FBI da waxay gabdha u tageen FBI du gabdha siidar degan oo tolka ah intaas oo dhan waxa sameeyay oo gudbiyay waa Cabdirsaaq bihi anigu Cabdirsaaq agaanaysi kuma yahay laakiin anigu community-ga wixii yaani dhaca qof aan kala gabarayo iyo qof aan ka baqaya ma jirto war intaas hadii la isjarayo anigu nin aan ka gabada ma jirto jaas hadda waxaan sugannaa oo aan doonayaa inaan saddexda fiidiyo idin soo bandhigo banaanka wixii ka dhacay iyo wiilka cusub la taagnaa labada nin ee wiilku la taagnaa masar soo saay hadaba caawa أحمد حسي عاوة وحن أمرنا يا ماسج ماشا صوماليا تجيس أحمد حسي إنه صفر يستو أو عدايو ماشو مالي تاتيوغي وحو دفري كرماها وحو تاغنا جكاكي فرنقلين وحو أورا كتير سلا بي ام دبليو جيس ليبان حسن غروف إنه سارك كامرة دينا وانسوغنا الويلك يويلك رو واسكو خلاص لفاصل وحن ربع مركا labada video ee gacantayda ku jira hadda mid kamid ah inaan qayb idin ka tuso nin saddexaad oo kale ayaa jira oo qaadi doona jaakada kaasna dabagal weyn ayaa lagu hayaa okay waa u jeedaan liibaan liibaan si fiican u aragtaa si fiican ayaad u aragtaa اوكي قفك الشاتيك عدقشن كاشير كتاغني و عبد الرحمن او اه مقال هياها دكانك اوكي واحد عدونا داورة و عبد الرحمن نكاول ليبي تليفونك الليبان ليبان نبرقبا معها واكا ادو داركتان اوكي
اوكي واوجدان واوجدان وا واكو بلاوي اوكي وحد عدونا انك لا ايا جرا اني قبط هلكا نينك لا ايا جرا او قادي دونا جاكنت نينكا تورين دونانا نينكاسنا دبغل ايا لوغو هيا اوكي دغاك ولا سلتين واكا ليبان واهيا واوجيدا اوكي سغي ليبان واس غالين اوكي نيكي كلا ربا انا ايدن لو داقو اوكي والا سارة اساقي اوكي جاكت دي باكت دعضي ليبان واسوان نقضي واكا نيكاس اوكي نيكا فورر صدي نيكا فورر صدي اي جاكت دقاضي والغدة بجيرا فيديو قصر كاي نوغو قبو كاكالي وأمين أمد الصوماليات أي آد أغن حدونا وعن لسوك يا أعرف إنا إذن لو ذاكو حيوان لماذا أحمق لماذا ينعص لماذا دك الصوماليات ليبان هدو جوغو قوب داد عداني أجانب جوغان انت لابد دقيقو أو كاملة أيو توريد لدى عيا وحو دونا يا إنو برايو لابد دقيقو دكوا إهغان هيا بيدو بطنبه وحن لسوك دونا كاملة دطنبه أوكي وحن لسوك دونا كاميرا دادنبي ليبان موسى نستاهل إنو حصل بكو دعان وحاوها آباس وماليات عيال كيسا كرسل الشقايستا نوسو داكا كلاب بيئنا دير آباس وماليات أو شقايستا عيال كيسا كرسل أيوها الليبان حقو حوليها إنو ولا كيسو اللي عبد الرساق بيحي قضي الصوماليات أو كومينيتيكا كشقايا أيوها حق موسى اللهين عبد الرساق دنبي هورا ايو كنقل امة الصوماليات قبل كمينيسوتا صوماليات اجيه النفورتا الشيخ عبد الرحمن حاشي الشيخ عبد الرحمن عمر او مساجد ابو بكرة اي علماء الصوماليات قبل كمينيسوتا او دن وحا لقلية نو فرايد ليستي مساجد ابو بكرة علماء الجوغة او دن وحا لقشيه الى ابقى كحسيهين برقي ايد عضي ارنتي الصومالي دا لليرج الصوماليات اي سوريا دسي بارتان ايه كبعدي إمام كان أقوين ملها علماء المسلمين تا النور الأمريكا الشيخ عبد الرحمن عمر إيربورك أنتو تقعي أيها السعودية إمام كان أقوين أيها وحا لقل النور فلايد لستي مساجد كان أقوين أيها وحا لقل شيء أرقى تحسو بارتان ديك بعدي دولة وحا أي كرسينين مساجد أبو بكر أين وحا اللغة كل هينين أرنت أرقى تحسو إيه لن يراضي بحضي وحا لو محكمة دي أول حيني تمان دكي أرنت أسكتن بيه عبد الرساق بيحي سوغو دنبقى سكن كالي أمد الصوماليات وحان هيا فيديو كالي وهتان إذن لو داقو مستر بيحي يا مستر جمال او اسكوب دي لأي أنا بين شيئي إي أنا بين شيئي واللي بدو دبا أي دونا يان إني فاكس لو يسكو لهان دك الصوماليات وحا أي تاقي نقرق جحسة دا فيديو غاسان إذن لو داقو عبد الرساق سوغو نبكى الصوماليو كيستي أيال اسك إلا أو أنو كعشن أو أنو كأمسنا أو لسك أمسي من مانتا عبد الرساق او تولكيس قديه سبسو نغضو مجارتين انيك امكا لحيقات محمود صليبان انيك امكا لحيقو عمر محمود انيك امكا لحيقو واميدك تيد ايا بالحضي دا لكن عبد الرساق بيحي وحا او قوي حنداوك اسلام نمو حنداوك صومالي نمو حنداوك بلا آد نمو سيدي ايو هوي الصوماليين او يري كرا FBI سي ايو قبر الصوماليين او قبر الشيقر اوران كرا ويلا شقينا سي سنة كوري جمال او وحا اي سمي سي إن أي يعني مسق ماسق أي سمايان أو قبيح الصوماليات أو ولي عمر محمودة أو مجرتين كوري قالوا هو ده تيجي أنا جا ما جرى السنة دل كليبان حسن غروف كل عي والله بالله طلعه ما تمر كان داود ما راح يحنونه هند العاوي ما إيمان صو واحد قلنا وده جاي عبد الرساق بيع وعيارها كملوا تجو وقد دلقاتين وقد دلقاتين وقد دلقاتين وقد دلقاتين واحد لا دلقاتين كانوا تنبه ما مر يلدون ليبان حسن قروف ولكن سكو شقيرا يا عدو دونون تاجري لكن ما يستاهلو انت من دين سوقات الا اديت سلوي لحمو صنع الصوماليات او اسقنا فكتم لقا سيدي او لقا دمعين لقا برايو الى وداغ في دوغ عبد الرساق بيحي عمر جمال او اسكو ديليا انا ورك شيقي اي انا شيقي اوكي لو جيدان
فيديو غاس أنا طوبي ومتدير وحال لقى جوجا سقاف المستمر سنة لقى جوجا سناب شات يا فيسبوك يا مجري مكان فيديو كان كقطي ومركي حالات وحن أي تاجنة قبل كمين الصوتة ومركي الصومالي اللي يرى أنت لما مجرى هبابي دي أنت السخل تنا لو قدها دعية سوري يا عراق يا أي آبين ودن اللي يرى الصومالي أرجع حسنا كل تب ومركي ويركي وقوري قف أمريكان ستي سنة أو ترى الصومالية ويسخر حيو وروها شروع وها أبتوها عبد الرزاق بيحي وها عبد الرزاق وأنت عودي إن علماء الصومالية يوم مساجد كأبو بكر أي كتم بيان وها نو فلايت ليست اللي قال لي الشيخ إنه وين الشيخ عبد الرحمن عمر وها اللي قال لي أمان علماء ذي وها نتارك قلنا قلني دارك إسلام كنا بعاء يدك الصومالية ذا نبعاء بارتان إيرك بعدي وها اللي يري ما أي سن عبد الرحمن الشيخ عبد الرحمن يا علماء ذم منا ما هارك الحسو مستر بيحي أفريق تطبيق تبقى فقط لن يرى الصومالي هذا لن يرى الصومالي وقبل من الصوت الدقن أيا واحد اللي يري واحد إيبيان قبلها يريان أتين أجركا واحد يكجل عصدان جركا قبلها يري واحد يحد كريرت كادو تطبيق تبقى كيبا واحد الوحر فدرا بالجاج كري تنسيبا لغا سوقبت دا كان ما أنت أقولش عليهم مقالات جوغر لن يرى كمدا ليح سنة يحرنا يري ليح سنة كبعدي واحد اللي يدنبي والقوة waxa xilki laga qaaday naagta ugu sareysay booliska Saint Paul oo dambiga ku soo ogtay ceeb ka dhacday dhalinyaradi maanta kulligood waxa la wada siinaya magdhow u dhigma $2.5 million daawadu wax raysanta Abdirsaq uu soo istaagay waxa uu yiri dadka dhalinyaradaas way iibinayaan gabdhaha intaas oo dhibaato ah ayuu Mr. Biix umada Soomaaliyeed ugu geystay yaani maanta liiban oo waxba galabsan in indii loo soo qaato dabcan in la gowraco ilaahay baan ku dhaarshay Soomaaliya wax la qaadan kara ma taa Mr. Sosay Ahmed Hirsi managa ka qabto manaka yeelano you have to in aad timaad miiriha oo cadaysid waqtiga saxaadir ka meesha joogtay wa ognahay ina wiilka in maadeertiin wa in maadeer xusuko in aad dad isku xigtan wa ognahay cadayntiina wa hayna wa wa tafirayna maaha wiilku waxa uu sanyaa wiilka waa wiil Abdullahi hay wa wiil Soomaaliyeed wa abe Abdi Deeq anigu wa garanayaa wa aqaan abu Soomaaliyeed shaqaysu aha isaga laftiisu wa fikta laakin marna nama qabato Abdirsaaq Biixiyow ahintaani haday cadaato oo kugu soo cadaato waxyaalaha hadda aad samaysay FBI dana wax aad loogu xumaado waa in gabdha Soomaaliyeed guriga loogu tago oo waliba gabdha ma jeertay guriga loogu tago in waayeel Soomaaliyeed guriga loogu tago yaani wax la qaadan karo ma aha umada Soomaaliyeed liibaar hadda quruuf ma istaahilin in min dil gariyo والله بالله تواه فيديو يلا حتى نشوفه لما تقي قو أي توريد كوس عتال لينا أو نوك كود عيا أو الدوري أو تكيس من الأجيال أو ذي أيام بكرت كي قدعية إما إله بن كود أشي واحد عيا واحد سكر واحد نهلا قرص كرمته أحمد حرس أنا جم منا جك قبض إنا واحد نقول لك عادي مرك إبعتك كود عادي إبعت أن أقنع كود عادي كل واقوة ده دنقنا واقوة ده دنقنا أرجو هبشت بنا أرجو إبعت بنا أرجو لفتان كمل تكاد إبعت كويس لكن عاو من ما يستاهله إن وحاس نجا كعبتان وإلى عديس ماشى ما تجوت بسماء تجوت حتى تفرت هذا قارق كتير سام بيم ده باليوجا أيها الصو صار يا لين لبدي سنو دك صار لبنا نين أول كلا تجنا لنا لبدي سنو هذا يو صار نين كم إذا نو كرنا يا نين كاس كم إذا وحاس أم لين يا نين فيسبوك يا كومنت كم هي إستغرب بارك الله مقصود لكن كبرت ناس ويسوا بحصا طلبات وإذن هو ده يدور أنا جوا إذن شيء لا أريد جمال يا عبد الرزاق بحوا ملك تيد يا بيت حديدة إما كل حيات لكن في اللي نقول عن إسلام ماذا بلا أن ماذا الدين تكب حسن وعبد الرزاق بيح السميني وحلا طول قادر كرماها وحلا طول قادر كرم الله فرصة كرماها والإله يعني تقول ده شيء ما تاريخ الرسول مساء بل كي علماء الصوماليات أدن صومالي أدن وارك جحسو أوكي وعمر جمال يا إسلام أنا الله الله أنا الله الله محل الله الله يا فكس نيوز يا واحد جوجان سيدا وحل لي يا مساجد أبو بكر وأرجع تحسه وحل لي يا شيخ عبد الرحمن وأرجع تحسه وحل لي يا شيخ عبد الرزاق حاشم وأرجع تحسه ولما نيسوا مالي يدورن مساجد أبو بكر أو أمر كلا إس أو هولش زيلة دمية أو ها ماشة مانت إن كسره رنو ماشة مانت أمة سوا مالي يد لأن يرى بدل أو سوا مالي أرتين حافظ القرآن كأيكون نقدين أيوة عبد الرزاق ويهتم عينه الباب هذا الله الباب هذا الله ويلكو أبتقى وها تجي حمل إيه سخرحية وها فرس أمريكان مان أو سخرحية وها أويري
Soomaalidu way ka xisaabkaas laga soo baabule Sheikh Cabdiraxmaan ayaa damcay inuu dhoofo airport ku tago waxaan sheegay oo dhan yaani waxa loo iska shubo ma waa wax taariikh waa wax qoran waxa la yiri waxa ku jirtaa liiska argixisada muddo dheer ka bacdu waxa la yiri Sheikh Fariib baa taa culimadu oo dhan Fariib baa taa dadki masajidka Xumeeniya nooyimi oo masajidka soo booqday ilaahay baa inuu ku dheersheeyo waxaas oo dhan Cabdiraxmaan Cabdirsaaq anaga ugu Cabdirsaaq biixi iyadoo lagu dul qaadanayo ayaa maanta liibaan xasan quruuf oo aabba Soomaaliyeeda la isku dayay in la gowraco war wallahi fiidooga dambaad idin soo dhigi doono fiidooga dambaad idin soo dhigi doono idin la wadaagi doono ilmaa idinka imaanaysa laba daqiiqo ayaa toorayd ku socota liibaan xasan quruuf muxuu galabsaday muxuu u galabsaday sawir halka ugu shaqaysaa ilaa baan ku dhashay waxa soo dhami yacni wax loo dulqaadan kara ma yihiin dadka Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota degan wallahi oo billahi oo tallaahi dhiiga liibaan xasu quruuf ka ugu dambeeyay hadduu dhimanayo wallahi baan ka haray oo billahi baan ka haray oo tallaahi baan ka haray inta aan nool lahayn waa sheegana soo sayro naga ma ka qabato waa inaad timaadid banaanka iskeentid waa inaad banaanka timaadid oo iskeentid gaarigaaga ku tiirsanay meesha joogtay garaysay tan awr ka badna waxaad soo post garaysay in aad bii taageersantaa adiga liiban salaam aleekum ismaynaan oranayn meel aad kala qaadi ma jirto soo say arimo badan oo waxa jirta lagaaga xishooday laakiin distan wallahi na lagaaga xishooneen oo billahi lagaaga xishoone oo talaahi lagaaga xishooneen abdu warsama oo abdu u tahay oo waalid u tahay ayaa wixii looga aad ku dhigi jirtay waa kaas wixii loogaad ku dhigi jirtay xuquubadii aad ummadda ka galisay wiil aad abtu u tahay ayaa wixii loogaad ku dhigtay xuquubadii aad ummadda ka galisay iyo dhibaatadii aad ku haysay waa kugu soo noqotay gurigaagii baa waxaad aragtay ku dhaceen wallaahi baana dhiiga liibaan xasan quruuf ka daatay wallaahi fiidoogaas maanta